الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الفجر الله الله أكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم لقد جاء حقيقة يعني رسالة كل أبناء الشعب الفلسطيني وهو أن تقف هذه الحرب المجنونة على قطاع غزة وأن ينصر الله شعبنا وأن يخرجه من هذا البلاء وأن يعود كل النازحين إلى بيوتهم. لذلك فلو قارنت أعمالك 60 سنة صيام الزكاة قدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الحمد لله كنا نصلي في الجامعة والحمد لله ربنا فقدنا في الجامعة هذا والله يصر لنا في هالكشف هذا إن شاء الله نصلي بيت الديان فيه ونتأمل من الله أنه تنفض الحرب ويرجع الناس لبيوتهم وتصير الأمن والأمان. نحمد الله لكم في البداية أن ليلة القدر نزع موعدها وتحديدها وجد رجلان يتنازعان يعني يتخاصمان مختلفان فأم الناس كانت تعيش مئات السنين وآلاف السنين إذا كان يوم قوم أحدكم فلا يرفض ولا يرفض فإنه رفع موعد ليلة القدر لا يأتي بخير فهذه دعوة لنا الآن أنها فائدة للفقير أن الفقير بدلا من أن يمد يده مثل مجال الشيخ الله ليلة مباركة ليلة القدر والحمد لله رب العالمين.